إذن عندنا هون السولينويد فالف عادة بيكون إلكترومغنيتيك سولينويد. فمنجيب سلك في كويل. الكويل هذا بنلفه عدد من المرات. وإذا مررنا تيار بهذا السولينويد في داخل السولينويد بيكون وداخل الكويل هذا بيكون في قطعة معدنية فيرومغنيتيك ماتيريال. لازم تكون فيرومغنيتيك ماتيريال. ما بكفي إنها تكون كوندكتيف. لازم تكون فيرومغنيتيك ماتيريال. وهاي بيكون جاذبها زنبرك ماسكها زنبرك بهذا الاتجاه. هاي هذا سبرينج. وسبرينج جاذبها بهذا الاتجاه من هون. يعني سبرينج صاحبها لهون. فهي مش بسنترة. هذا هو ميكانيكال سبرينج الاخضر. هذا سبرينج. وسبرينج مثبت من هون. فسبرينج جاذب هاي القطعة لهون بهذا الاتجاه. لما مر التيار في هذا السولينويد من هون هاي كرنت اي بتكون ماجنتوموتيف فورس. الماجنتوموتيف فورس تجذب القطعة الحديدية الفيرو ماجنتيك ماتيريال هاي. فالحديدة هاي او القطعة هون هاي بدها تكون فيرو. ايش يعني فيرو ماجنتيك؟ زي ايش مثلا ممكن تكون؟ حديد. بدها تكون ستيل او ايرون. فيرو ماجنتيك ماتيريال هي بتكون رود. فيرو ماجنتيك ماتيريال مثلا فلما بمرر كرنت في هذا السلك بسحب القطعه هاي بجذبها بحيث انها تصير مسنتره في داخل. بتغلب على قوه مين؟ الزنبرك. اقوى من قوه الزنبرك. لكن لما برد بطفي الكرنت من هون ايش بصير؟ ببطل في جذب. الزنبرك برد بسحبها لهناك. فاذا سمعت مزبوط الغساله اول ما تشتغل راح تسمع صوت قبل ما تبدا تعبي مي. الصوت هذا هو هذا صوت هذا السولينويد. السولينويد هذا بيعمل كليك بيفتح هذا الصمام من هون بس تمرر الكرنت. في هاي الغسالة ممكن يشتغل طبعا السولينويد على اي فولتج احنا مصممينه، بس بهاي الحالة هو بيشتغل على 220 فولت اي سي. اذا هذا السولينويد بهاي الحالة بيشتغل على 220 فولت اي سي. لما يسحب هاي القطعة الفيروماجنتيك بيفتح الصمام والمي بتنزل هون بالجاذبية. اذا water is filled using gravity. Gravity و pressure. طبعا في شوية pressure هون لازم يكون فيه، لازم يكون فيه ضغط كافي. اذا هون هون water is filled by gravity by opening the solenoid valve. فبتدخل المي من هون وبتعبي هذا التانك اللي تحت اللي هو الريزرفوار اللي موجود هون. فبتشوف انت المي ارتفعت في داخل المي وهي بتدخل بتسحب معها الصابون. فالصابون بتكون محطوط في الريزرفوار كمان لها مكان. فالمي وهي عم تنزل من هون بنمررها مرور على الصابون من هون الباودر اذا كانها باودر وبتسحبها معها. فبتسحبها فبتنزل من هون. فالصابون احنا ما بنحطها هون لانه ممكن بدنا اياها في مرحله معينه وما بدنا اياها في مرحله ثانيه. مضبوط؟ ليش؟ لانه في مرحله احيانا بنبح بالاول مش هيك؟ التعبير عندكم سمعتوا تعبير البح رنس. نعمل بري ووش نغسل بالاول ما بدنا صابونه في المرحله الاولى. فما بخلي المي تمر على الصابونه في المرحله الاولى اللي هي بري ووش. بعدين المرحله اللي بعدها لما بدي الصابونه بخلي المي تمر عليها. فيمكن احيانا بعض غسلات تعمل بري ووش فتغسل هذا بمي بس تغسله غسل بمي بدون صابونه. في حالات زي هيك اذا بتطلع على البرامج والسلس بتعملها بتمررش المي بالاول على الصابونه في المرحله الاولى بتخليها تمر مي عاديه تغسلها. بالعاميه بقولوا ببح رينس بالانجليزي وي رينسيت ما بيغسلوا فيش صابونه. بفضي المي بيعصره بفضي المي بعدين يبرد او بس بفضي المي بدون ما يعصره طبعا وبعدين بيعبي مي بمررها على الصابونه وبغسل غسله مع صابونه. فالصابونه ما تنحط هون بنحط في مكان هون وبنختار المي من اي طريق بتمر. فرجيكم اياها في المختبر لما نشوف الغساله بتشوفوا المي من وين بتمر كيف مره بمررها على الصابون ومره ما بمررها على الصابون حسب وين انت حاطط الصابون الباودر. اذا المي بنعبيها عن طريق السولينويد. كيف بدي اعرف امتى اوقف؟ ايش لازم يكون عندي؟ سنسور. لازم يكون في عندي سنسور. ممتاز.